نتواصل بهذه الإبداعات الكبيرة والتحديات المثيرة التي يتمناها محبي هذه الرياضة بأن لا تنتهي، حيث نتشرف بهذا الحضور في هذا الشوط من سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم مالك هيجنز عبيل الذي يحضر في مساء هذا اليوم لمتابعة هذه الأشواط واستكمالها بمتعة وإثارة. أيضا تنطلق في ميدان المرموم تحفة أيضا ميادين السباقات، الميدان الذي عرف بالميدان الذكي، انطلق على بركة الله عاشر أشواط صباح عاشر أشواط مساء هذا اليوم، الخاص أيضا بالأبكار الثنايا المهجنات المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ، والتي تنطلق بمسافة 8 كيلومترات، حيث نراقب ونتابع مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول تتواجد هناك وضحة على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، عتيق بن سالم بن العرطي يتولى عملية التضمير. ننتقل مباشرة إلى المركز الثاني، ملوح تتواجد في المركز الثاني لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، غانم بن مسفر المنصوري يتولى أيضا عملية التضمير. بينما المركز الثالث وصلت هجوم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مسري بن سالم بن العرطي تتواجد في المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، هذه هي مزنة تتواجد أيضا مع المركز الرابع من حقن العاصفة بقيادة المضمر غيات الهلالي. والمركز الخامس تاتي ونيس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سالم بن مطر بن حاد الاكتبي يتولى كذلك عملية التضمير. بينما المركز السادس كذلك تصل من الجانب الآخر، هذه هي جواهر تتواجد في المركز السادس من حقن العاصفة وبقيادة غيات الهلالي من تحتل المركز السادس. بينما المركز السابع وصلت اليروة على المركز السابع لحقن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من يقودها بعملية التضمير مع أيضا المركز السابع. المركز الثامن تصل أيضا فزعة من حقن الرياسة بقيادة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. والمركز التاسع هناك تتقدم مديار لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل الهيان بقيادة أحمد بن خلفان بن صايق المزروعي، خذت المركز التاسع. بينما المركز العاشر هذه هي أيضا تواقة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم بقيادة أحد المضمرين مشاهدين الأعزاء حمد بن علي العويسي يقودها في عملية التضمير. تنطلق من خلال هذا الانطلاق في مساء هذا اليوم الرائع والجميل مع أشواط الثنايا ومسافة 8 كيلومترات، المسافة التي صاحبت أيضا لأول مرة هذا السن في موسم 2016-2017، حيث يأتي الكل مستكشفا هذه الأسماء بالانطلاق في ميدان المرموم لينطلق بوجود هذه الأسماء القوية التي تنطلق بالانطلاق الرائع والجميل. نعود إلى مقدمة هذا الشوط، نعود إلى المركز الأول في هذا الانطلاق، ملوح تأتي على الصدارة منفردة مقردة أيضا على المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، غانم بن مسر المنصوري يقودها بعملية التضمير خلال هذا الإبداع الكبير والانطلاق المميز. المركز الثاني، المركز الثاني هنا تتصل ايضا وتتواصل وضحه على المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، عتيق بن سالم بن العرطي يتولى كذلك عمليه التضمير في هذا الهدوء الذي يسبق ايضا عاصفه التنافس حينما تهب في الامتار الاخيره، حيث ياتي كل من المضمرين المتابعين لهذه الاسماء للترقب للحظات الاخيره واختطاف ايضا الفوز والناموس. المركز الثالث تصل ايضا هجوم هاجم بقوة نحو المراكز المتقدمة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة مسري بن سالم بن عرط الحميري يقودها في عملية التضمير. ونيس تأتي في المركز الرابع في هذه اللحظات لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سالم بن مطر بن حاد الاكتبي يتولى كذلك عملية التضمير. وهنا اليروة تتقدم بهذا التقدم الخطير لانتزاع ناموس هذا الشوط، هذه هي اليروة من هيجنز عبيل
الجميل بقيادة راشد بن محمد. بنم راشد يقودها في عملية التضمير. المركز السادس وصلت مزنة خذت المركز السادس من الجانب الآخر في هذه اللحظات لهيجن العاصفة بقيادة قياد الهلالي خذت المركز السادس. المركز السابع تواقة لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم. حمد بن علي العويسي يقودها في التضمير. بينما المركز الثامن تأتي هنا فزعة من هيجن الرياسة. أحمد بن مطر بن مايد الخيالي يقودها في عملية التضمير. والمركز التاسع من الجانب الآخر الله تدخلت شروق لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. سيب خلفان الغويس يتولى عملية التضمير. وجواهر بدأت تضيل الجميع. خذت المركز التاسع انتزعت المركز التاسع. هذه هي جواهر من هجن العاصفة. غياض الهلال يقودها في التضمير. والمركز العاشر والتي نختتم أيضا بها ندانا الثاني للعشر المراكز الأولى هذه هي مشاهدين الأعزاء. تتواجد مديار لسمو الشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان بقيادة أحمد بن خلفان بالصائغ المزروعي يقودها في عملية التضمير. هذه هي العشر المراكز الأولى في ندانا الثاني. أكملناها على حضراتكم مشاهدين الأعزاء كاملة مكملة حيث نعود مرة أخرى إلى الانفراد الذي يتضح بمقدمة هذا الشوط وبالمركز الأول. الله ملوح تنطلق أيضا مع الصدارة لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم. غانم بن مصر بالقوبع يتولى عملية التضمير في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع القوي لدى مقدمة هذا الشوط. وضحة تأتي في المركز الثاني ما زالت مستمرة بالمنافسة القوية لتنطلق في هذا الشوط لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. عتيق بن سالم بالعرض يتولى عملية التضمير. هجوم تقدمت هجوم في هذه اللحظات. بدأ الهجوم من هجوم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. مسري بن سالم بالعرض الحميري يتولى كذلك عملية التضمير. تواقة خذت المركز الرابع بدأت باستلامها للمركز الرابع. هذه هي تواقة لسمو الشيخ زايد بن المربى مكتوم المكتوم بقيادة وتضمير حمد بن علي العويسي يقودها في عملية التضمير. تتواجد في هذا الانطلاق كذلك تصل مزنة في المركز الخامس في هذه اللحظات من هجن العاصفة. غيات الهلال يقودها في التضمير. الله 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 اليروة بدأت بالتقدم في هذه اللحظات من هجن زعبيل أيضا بقيادة راشد بن محمد بن سعيد بن مرشد يقودها في عملية التضمير. تنطلق في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير والانطلاق المميز خلال هذه اللحظات الرائعة والجميلة في انطلاقة هذا الشوط في انطلاقة هذه التحديات الرائعة والجميلة من خلال أيضا هذا الانطلاق المميز حيث نعود إلى المقدمة حيث نعود إلى الصدارة. هنا نعود إلى المقدمة نعود إلى الانفراد بمقدمة هذا الشوط. الله ملوح هذه هي ملوح تباعد المسافة ما بينها ما بين بقية الأفكار. ملوح على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم. غانم بن مصر بالقوبع خلاص يا بالقوبع أخذ الحيطة والحذر مطلوب في الأمتار الأخيرة لأن الثنايا طيور طائرة تطير نحو تحقيق الفوز والناموس حيث يأتي أيضا المضمرين بخبرتهم في هذا المجال لينطلقوا في الأمتار الأخيرة. الله 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 وصلت هجوم تقدمت هجوم على المركز الثاني في هذه اللحظات لسمو الشيخ راشد بن حداب بن راشد المكتوم. مسري بن سالم العرطي يقودها بعملية التضمير. كذلك تصل شروق لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. وسيب خلفان الغواص يتقدم وهل اليروة تتقدم في هذه اللحظات. اليروة خذت المركز الخامس أو الرابع لهجن زعبيل المملوكة لهجن زعبيل بقيادة أحد المضمرين الشباب راشد بن محمد بن سعيد بن مرشد يقودها بعملية التضمير. وهناك مزنة هناك جواهر هناك تستاهل وصلت أيضا بشعار هجن العاصفة مع غياث الهلالي ووصول أيضا مشاهدين الأعزاء مديار تدخلت مديار من الجانب الآخر خذت المركز السادس لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. أحمد بن خلفاب الصائغ المزروعي كذلك هجن الرياسة تصل في اللحظات الأخيرة. كيلو وين يا أخواني المضمرين كيلو وين تحرك الشوط. بدأ تحريك هذه الأسماء القوية للانطلاق هناك مع المقدمة وملوح ما زالت على مقدمة هذا الشوط. ملوح ما زالت على المركز الأول تقود هذا المسار لسمو الشيخ سعيد بن مكتوب بن راشد المكتوب. غانم بن مصر بالقوبع
يروح يا بالقوبع، روح يا بالقوبع نحو الناموس. القباعة قادمين، لا محال عن التنافس، لا محال عن الانطلاق في الأمتار الأخيرة. وصلت هجن العاصفة، تقدمت أيضا من خلال وجود جواهر. جواهر جواهر، هذه هي جواهر العاصفة، تتقدم مع المركز الثاني بقيادة قياس الهلالي، من يقدم أيضا هذا الاسم في هذا الانطلاق. ووصول أيضا خطير من الجانب الآخر، مزنة مزنة أيضا لهجن العاصفة. قياد الهلالي يتقدم مع تقدم هذه الأسماء، اللي يروى في المركز الرابع من هجن سعبيل، راشد بن محمد بن سعيد بن مرشد يخطط الشوط بمساره لينطلق في الأمتار الأخيرة. وتستاهل، هذه هي تستاهل. وصلت في المركز الخامس في هذه اللحظات من هجن العاصفة بقيادة قياد الهلالي. كذلك تصل هجن الرئاسة، تصل هجن سيدي سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في اللحظات الأخيرة. تحرك الشوط، 1200 يا اخوان المضمرين. الله 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 الله، جواهر 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 على المقدمة، جواهر على الصدارة، تأتي بمقدمة هذا الشوط من هجن العاصفة بقيادة قياد الهلالي. واليروى اليروى قادمة في اللحظات الأخيرة من هجن سعبيل بقيادة راشد بن محمد بن مراشد، يتقدم مع هذا الاسم. كذلك تصل مزنة في المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة قياد الهلالي. ووصول خطير، وصول خطير تواقع لسمو الشيخ زايد بن البر بن مكتوم آل مكتوم، حمد بن علي العويسي مضمر النجوم الخمس، يأتي أيضا مع هذا الإبداع، ولكن راغب للصدارة. الله 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 الله، هذه هي السبوك، هذه هي النوعيات المديرة، هذه هي الانطلاقات العجيبة التي تأتي من هجن العاصفة في اللحظات الأخيرة. هجن العاصفة، هجن العاصفة بوجود جواهر على مقدمة هذا الشوط، وقياس الهلالي يقودها في التضمير لتنطلق في الأمتار الأخيرة. ما شاء الله تبارك الله، تحركت الأسماء، تحركت اليروى، تحركت مزنة، وصلت أيضا هناك مشاهدين الأعزاء. تواقة تواقة، وصلت تواقة، تحركت بخطر نحو انتزاع ناموس هذا الشوط، ولكن جواهر صامدة 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 مع المركز الأول. هجن العاصفة، هجن العاصفة تأتي بهذا الانطلاق وبهذا الإبداع القوي والمثير نحو تحقيق ناموس هذا الشوط. وأتوقع النقطة السادسة في مساء هذا اليوم من خلال هذا الانطلاق والإبداع الكبير بوجود أيضا هجن العاصفة، النقطة السادسة في مساء هذا اليوم. تهانينا والناموس على فوز جواهر بالمركز الأول ولحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تهانينا للمضمر غياث الهلالي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني، هناك تواقع لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم آل مكتوم. المركز الثالث مزنة من هجن العاصفة، رابعا لهجن الرئاسة، وخامسا لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان. ما شاء الله، تحدي وإثارة، جواهر كانت في منقع أيضا الجواهر التي تلألأت في مساء هذا اليوم، حيث انطلقت مشاهدينا الأعزاء بهذا الانطلاق والإبداع الكبير مهدية هجن العاصفة هذا الفوز والانتصار الكبير، من خلال أيضا وجود أيضا جواهر التي اختطفت الفوز والناموس لهجن العاصفة بقيادة أيضا قياد الهلالي، من قدم أيضا هذا الاسم وهذا الإبداع الكبير بخلال أيضا هذه الانطلاقة، حيث كان الوصول مع خط النهاية بتوقيت زمني 13 دقيقة 3 ثواني وفاء وتماما وكمالا. المركز الثاني، كان الوصول هناك والتحدي، المنافسة القوية ما بين أيضا تواقة ومزنة حتى اللحظات الأخيرة، حيث استطاعت مشاهدين الأعزاء تواقة أن تحقق المركز الثاني بتوقيت زمني مقدار 13 دقيقة 6 ثواني وفاء وتماما. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم، تهانينا للناموس المضمر حمد بن علي العويسي. مزنة أتت في المركز الثالث من هجن العاصفة بتوقيت زمني أيضا 13 دقيقة 6 ثواني وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس أيضا للمضمر قياد.